غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، قول عربي مأثور ساقه بعض الرواة الضعفاء وجعلوه في سياق حديث نبوي. يروى أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن لي أعنة الخيل تجر، فاجعل لي الوبر ولك المدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما خرج أربد وعامر، قال عامر: يا أربد، إني أشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. قال: فأقبلا راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد، قم معي أكلمك. ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست على قائمة السيف، فلم يستطع سل السيف، وأبطأ أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عامرا وما يصنع، فانصرف عنهما وخرجا، حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول. وهؤلاء القوم هم قوم ليسوا بذي شأن بين العرب، فجعل عامر يمس القرحة في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل وموت في بيت سلولية. فهو لا يرغب أن يموت في بيتها، ثم ركب فرسه وانطلق حتى مات عليه. وذهب قوله مثلا يضرب في أمرين أحدهما شر من الآخر إذا اجتمعا. نسأل الله حسن الخاتمة.